إذا نتحول إلى صحيفة الصحيحة مشاهدينا، وفيها نقرأ مدرسة خاصة تتبع لوزير سابق تفصل طالبة معاقة حركيا. فصلت إدارة إحدى المدارس في منطقة جبرة مربع 19 جنوبي الخرطوم الطالبة تسنيم حسين الطاهر بسبب إعاقتها حركيا، فيما دونت أسرة التلميذة بلاغا ضد المدرسة لدى نيابة حماية الأسرة والطفل بشأن تمييز ضد تلميذة ذات إعاقة حركية. وقال جد الطالبة وقع الله علي للصيحة إن الأسرة فوجئت بعودة ابنتها بعد أن تم تسجيلها وتسلمها الزي المدرسي. وأوضح أنه بعد وصول الطالبة إلى المدرسة قام خفير المدرسة بإغلاق الباب في وجهها، وأشار إلى أن إدارة المدرسة تتبع لوزير سابق، وأكد أنه أبلغ اللجان الشعبية بالواقعة، وقال إنه ذهب مع اللجنة الشعبية للمدرسة وناقش المدير لكنه رفض الطلب دون إبداء أسباب. وأوضح جد الطفلة أن تسنيم أحرزت درجة الامتياز وتم تكريمها من قبل المدرسة بنهاية الفصل الدراسي الماضي، وقطع بأن حفيدته درست الثلاث فصول الأوائل بذات المدرسة وكانت نتيجتها بتقدير الامتياز، ونوه وقع الله إلى أن الطفل في حالة نفسية سيئة جراء تصرف المدرسة. يعني لينا في ظل اتجاه العالم جميعا والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تسهيل كل ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، مدرسة خاصة تتبع لوزير سابق تنحو هذا المنحة، لماذا تعلقي؟ والله ده خبر مؤثر جدا، يعني خبر مؤثر بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهذا يعكس اختلاف الثقافات لدى الأفراد. هذا الأمر لا يمكن أن يحصل في العالم الخارجي، لا يمكن على الإطلاق. هذا القرار ليس قرار وزير وليس قرار دولة، هذا قرار فرد. ربما وزارة التربية والتعليم تتحمل جزء من المسؤولية لأنها سمحت لمثل هذا الشخص أن يكون مدير لمدرسة. هذا أمر قاسي جدا، أمر غريب جدا. هذه الطالبة معاقة حركيا، يعني إن كانت مثلا ضريرة أو إن كانت لا تسمع، ربما على المدرسة أن توفر احتياجات معينة. يعني هذه الطالبة معاقة حركيا وتذهب وتأتي من المدرسة، يعني لا يوجد أي سبب منطقي أن لا تستطيع هذه الطالبة إكمال دراستها وتميزت. يعني أنا أستغرب أنه كيف مدير المدرسة يخطو مثل هذه الخطوة، وحقيقة إن كان هناك فعل يجب أن يتخذ غير التحقيق أن يفصل، أن لا يكون هذا الشخص. أنا أتوقع رد فعل رسمي من قبل الوزارة على سبيل المثال. يفترض أن تفصل، إن تأكدت الواقعة، إن تأكدت الواقعة أنه فعلا قام بفصل الطالبة، أنا أعتقد أنه حتى التحقيق لا يجدي نفعا في هذه المسألة، لأنه هذه المسألة لديها شيء بالأخلاق. يعني هو ليس إجراء خاطئ مثلا، هو أنا أعتقد أمر إنساني بحت. نعم، أمر إنساني في المقام الأول. والآن العالم يجتهد لدمج المعاقين مع المجتمع العادي، المجتمع الطبيعي. يعني في ظل هذا القرن يأتي مثلا مدير لمدرسة ليفصل طالبة لأنها معاقة حركية وطالبة متميزة، يعني وأنا أتخيل الضرر الذي يمكن أن يصاحب هذه الأسرة ويصاحب هذا تصاحب هذه التلميذة، يعني جراء هذا الموقف الغير أخلاقي والغير إنساني والغير تعليمي أيضا. يعني برأيك هل نطمع في أن تكون هذه الحادثة مدخلا لسن قوانين لحفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في كل ما يتعلق بالتعليم؟ أنا أعتقد أن القوانين موجودة، يعني نحن لا نعاني تحتاج الآن. تفعيل برأيك؟ تحتاج تفعيل. والأمر الآخر نحن نحتاج إلى مواكبة العالم، يعني نحن بعيدين جدا. يعني إن كانت هناك مناهج، إن كانت هناك يعني دورات، إن كانت هناك ثقافة يمكن أن تنشر، يعني حتى لمدراء المدارس، للأساتذة، للتعامل مع مثل هذا الأمر. يعني هذه المسألة لا تحتاج إلى قانون. يعني أنا أعتقد أن التعليم في السودان قوانينه مسنة، ولكن هناك ضعف كبير جدا لدى البعض أو الوازع الأخلاقي. يعني أنا لا أعتقد أنه ممكن أي مدرسة في الخارج تتصرف هذا التصرف، لأنها هي قبلة التلميذة. يعني هي من البداية إن لم يتم قبول التلميذة لأسباب معينة، يعني ربما من حق المدرسة أو تقول أنها مثلا لا يتوفر لديها مساعدين للتلميذة، ولكن هي لا تحتاج لمساعدة، لا تحتاج، لأنها اندمجت في صفوفها مع المجتمع وأصبحت من المتميزين. يعني هذه المسألة الآن ستكون آثارها النفسية عليها كبيرة جدا، لأنها من البداية لم تحدث لها، حدثت لها الآن في منتصف الطريق، في منتصف الطريق التعليمي، ومن مدير مدرسة وبقرار حول الإعاقة وليس بأي قرار مثلا أكاديمي أو غيره. بالتالي يعني هذا موضوع يفتح أسئلة كبيرة جدا. قد يرى البعض أو يتذكر حادثة
وزارة العدل المنوط بها حماية الحقوق قد رفضت تعيين مستشارين كذلك مكفوفين في السابق. نعم نعم. يعني هل من علاقة بين الأمرين؟ والله في علاقة. يعني الأخلاق لدى بعض من يتولون زمام الأمور تحتاج إلى مراجعة. يعني صحيح أن الدولة لا تستطيع أن تتابع جميع الناس، وحينما تقوم بالتعيين أو بقبول الناس لا يعني لا تقوم بإجراء امتحان. يعني هي الآن الأشياء تكون أكاديمية أو تكون إجرائية، ولكن حينما تتكشف مثل هذه الأمور يجب على هذا الشخص أولا أن يفضح، أن يأتي مثل خبره في الصحف، أن يتم تسليط الضوء على القضية حتى لا تتكرر. يعني هي الكارثة أن تتكرر مثل هذه الحوادث في مدارس أخرى، في جامعات. يعني لا نستبعد أنه مثلا ممكن جامعة أن تقول نفس الأمر. والشيء الغريب يا عمر، أنا تابعت برنامج في النيل الأزرق في رمضان الماضي، وأعتقد كان مقدم المغني طه سليمان. كان يعني استضاف المعاقين حركيا في الحلقة، معاقين حركيا، وربما يعني حتى يعني الإعاقة مختلفة من شخص إلى آخر. كانوا قمة في التميز. يعني أنت تستلهم منهم يعني حقيقة أن كيف تكمل حياتك. حتى يعني لم يكن شيء طبيعي أن تجد مثلا يعني طفل يأكل برجله مثلا، أو يقوم برسم الأشياء بأرجله، وتجده متفاعل جدا ويشكر المجتمع ويشكر الأسرة يعني على أنها يعني تمكن من تجاوز إعاقته بكل سهولة واندمج في المجتمع. حينما يأتي مثل هذا التصرف أثره لا يهزم يكون كل التجارب السابقة وكل الاجتهادات السابقة في أن يجعل ليس هنالك يعني حواجز بين ذوي الاحتياجات الخاصة وبين الآخرين، وأن الإنسانية هي الفيصل في كل الأمور، وأن التعليم والحياة حق لكل إنسان.